بعد ما شفنا وتابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف بعض الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. رئيس الوزراء هيعمل اجتماع موسع مع رؤساء اللجان النوعيه في مجلس النواب، كمان غلق باب التقدم لاداء فريضه الحج السياحي، وبدء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من اوكرانيا، واخبار تانيه هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيعمل اجتماع موسع مع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات اللي بيتم مناقشتها في اللجان النوعية في المجلس. كمان النهاردة هيبدأ طلاب كليات طب الأسنان العائدون من أوكرانيا والراغبين في تحويل الجامعات الخاصة والأهلية في إجراء امتحانات تحديد المستوى للقبول بالجامعات المصرية، وده هيكون في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس. النهاردة آخر يوم لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية. كمان النهاردة هتنظم دار أوبرا الإسكندرية حفل فني لطالبات فصل الباليه بمركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية. الحفل هيتضمن مجموعة من أشهر الأعمال العالمية، منها رقصات من باليه كسارة البندق وبحيرة البجع، بالإضافة لمختارات من الرقص الشعبي الروسي وبعض الرقصات الكلاسيكية. النهاردة نجمة التنس المصرية العالمية ميار شريف هتلتقي مع اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 58 عالمياً في الدور الرئيسي لأكبر بطولات العالم رولان جاروس بفرنسا، وتعتبر دي أول بطولة تلعبها النجمة المصرية بعد وصولها للترتيب العالمي رقم 50 والتقدم في التصنيف العالمي.